وعم كملين بآخر فقرة من صباحنا لليوم. أكيد فرح آخر فقرة رح نحكي فيها عن النشاطات التطوعية، ودائما اسم الخير والإيد الممدودة رافعون، وأكيد بلدهم سوريا كانت هي هويتهم وعنوانهم. رح نتعرف على آخر النشاطات اللي موجودة بجمعية سوريا بتجمعنا، ورح نحكي أكثر خلال هاي الفترة شو الجديد اللي عملوه من مشاريع مختلفة، وأكيد مع ضيوفنا لليوم الأستاذة مروه دعبول مسؤولة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، وايضا لبنى مسوح وهي متطوعه بمؤسسه سوريا بتجمعنا. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. وخلينا نبدا معك لبنى ونحكي عن يمكن مشاريع كثيره ونشاطات متنوعه من ضمنها مشروع دوائي. خلينا نحكي عن هذا المشروع، نعرفه شو هو بالتفصيل، شو هي الفئات اللي استهدفتوها. تمام. هلا نحن كمؤسسه هدفنا نوصل لكل بيت موجود بسوريا. مشروع دوائي بلش من عده اشهر، هو لتامين الادويه للامراض المزمنه، للسكري، مرض السكري، الضغط، نقص الترويه، ربو الاطفال والكوليسترول. توجهنا فيه للفئات اللي هي الاكثر فقرا، اللي ما لها معيل، طبعا نتيجه الوضع الاقتصادي اللي صار بالبلد. فكان هدفنا نتوجه لهي العيال يلي هي بحاجة لأن نكون جنبها، يلي عندها عدد أولاد كبير، يلي ممكن يكون ذوي شهداء. فهي المشروع هو الاستفادة من هي الأدوية على مدى سنة كاملة بشكل دوري شهري، كل شهر بيروح المريض على الصيدلية وبياخذ أدويته لمدة سنة كاملة. طيب خلينا كمان نحكي مروى، يعني مشاريع كتير عم تقوم فيها سوريا بتجمعنا، كل مشروع له صفة إنسانية وله شيء بهم المجتمع السوري، ويمكن لأبطال الجيش العربي السوري حصة كثير كبيرة من سوريا بتجمعنا، وهي بداية كانت النشاطات لهم. خلينا نحكي أكثر عن برنامج بداية وتفاصيل أكثر عنه. بصراحة برنامج بداية هو برنامج مستدام، بهدف للتنمية مستدامة، يعني هو مشروع للمدى الطويل بيهدف لدمج أو إعادة دمج الأبطالنا جرح الجيش والقوات المسلحة بالمجتمع، بيخليهم بيصير إنه نركز أو شيء، نركز على إعادة دمجهم بشكل فعال، بيصير بيعطي أكثر ما إنه هو بيستقبل معونة أو دعم أو كذا، بالعكس هو بيصير منتج، بيتحفز إنه يشتغل، بيتحفز إنه يدعم غيره من رفقاته الجرحى والأبطال. طبعا هو المشروع بيهدف لانشاء مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر للجرحى. طبعا المشاريع متنوعه، ما بتقتصر على نوع واحد حسب البيئه اللي عايش فيها الجريح، سواء بيئه زراعيه ممكن نتوجه لمشروع زراعي، اذا هو عايش بمدينه ممكن مشروع تجاري او صناعي. بتختلف المشاريع وبتتنوع حسب البيئه وحسب رغبه الجريح اللي شو حابب يشتغل او شو حابب يقدم. هيدا الشيء كثير لمسنا انه في له اثر ايجابي على الجرحى، لانه هو ما عاد حس حاله مثلا هو بتلقى دعم او مساعده او بحاجه لحدا يساعده، لا هو صار عم يدعم اسرته، عم يقدم لاسرته، وبنفس الوقت عم يدعم جريح ثاني، لانه ممكن المشروع يشغل اكثر من حدا بالمنطقه. فهيدا الاثر المستدام لبرنامج بدايه اللي نحن كنا عم نشتغل عليه وهدفنا الأساسي منه. وأثبتت يمكن سلمى المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر نجاحها بالفترة الأخيرة. حتى في الدول الاقتصادات النامية بصراحة هي تطورت، مثل ماليزيا مثلا، هي سبب تطورها هي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لهيك كان لازم نهتم بهذا الموضوع كثير مهم. نعم. لبنى إذا بدنا نحكي عن فترة جائحة كورونا، هي الفترة اللي سببت ضرر على مختلف الأصعدة، وكان فعلا بحاجة جميع الأشخاص لدعم، كان دوركم هون وقدرتوا يمكن تشتغلوا شغل كتير حلو. خلينا نحكي عن هي الفترة وشو قدرتوا تقدموا. تمام. هلأ هي الحملة اسمها تنفس مع عاش المرض، طبعا الله يبعد عن الجميع. هلا كان دورنا انه نأمن اجهزه الاكسجين لاهلنا المرضى بشكل مجاني بالكامل، اعاره الجهاز حسب ما بيحتاج، هو بموجب تقرير طبي بيجيب لنا اياه، ويعني مثل مشروع دوائي كمان دوائي كانت الادويه مجانيه. هون نفس الشيء بس بحسب الحاله، يعني
عم نقدر نغطي أكبر عدد ممكن إن شاء الله، يعني ما تستمر هاي الجائحة وإن شاء الله ما نحتاج أكسجين أبدا إن شاء الله. فالهدف إنه نقدر نأمن، خصوصي بظل الاحتكار اللي صار لأسطوانات الأكسجين، كمان بظل الغلاء والوضع الاقتصادي، فكتير صعب إنه العالم تقدر تأمن هذا الشيء. أكيد. ويمكن بما أنه حكينا وحكينا فرح، لازم نذكر معلومة أنه الأشخاص لازم ياخذوا اللقاح، لأنه مثل ما عم نشوف بالعالم هلأ في متحور جديد. صح. يعني صح. بعد دلتا صار في متحور جديد، بعض البلدان الأوروبية بلشت بإقفال المطارات، طبعا نحن وضعنا الاقتصادي لا يتحمل حملة إغلاقات أخرى، فرجاء اللقاح موجود مجاني. عم نشوف حالات وفيات كثيرة وبأعمار شباب، أعمار صغيرة، عم نستغرب كيف ممكن الشباب بهذا العمر لازم تكون مقاومتهم أفضل من هيك، لازم تكون صحتهم الجسدية أكبر من هيك، لأنه عم بيكون فاللقاح قديش هو شيء ضروري. صح. فعلا أكيد، وما حدا يستهان، اللقاح كورونا ما رح يختفي، اللقاح متوفر يعني هو عايش معنا لحتى أجل ما بنعرف إمتى بيقدر العلم يلاقي له حل نهائي، بس حتى الآن ما في قدامنا غير اللقاح. صح. صحيح. وبدي أرجع لعندك مروة، وبما أنه حكينا عن حملات اللي عم تقوموا فيها لجرحى الجيش العربي السوري، خلينا نحكي عن الزيارات اللي هي دائما مستمرة ودائمة، وآخر زيارة قمتوا فيها. هلأ نحن حملاتنا حملة على امتداد الوطن هي عبارة عن زيارات لأسر شهداء ولجرحى. أكيد نحن نتشرف بزيارتنا لبيوت يعني الناس اللي قدمت وضحت، بيوت أطهر وأشرف البشر، لبيوت الشهداء. فنحن بنقوم بهي الزيارات بشكل دوري، طبعا نطلع على محافظات كلها، كل مرة محافظة بيكون عندنا قوائم لأسر الشهداء اللي بدنا نزورهم، متشرف بزيارتهم، نحكي معهم، نوعدهم على ساعة معينة، متشرف بزيارتهم، منوقف يعني هيك مثل ما بيقولوا نوقف هيك حدهم، منحس حالنا انه جايين يعني انه ناخذ من قوتهم، نوقف حدهم او نواسيهم، بس لا، نحن بنكتشف انه العكس، نحن عم ناخذ منهم، عم نستمد منهم قوة وإرادة وعزيمة وإيمان، إيمان كبير بالشيء اللي قدموه أو اللي قدموه أبهاتهم أو أخواتهم أو أولادهم. يعني كتير عم يكون في فخر وفي اعتزاز بالشيء اللي تقدم، فنحن عم ناخد هيدا الأثر الإيجابي عم يخلينا، اللي هو اللي بصراحة عم يثبتنا بهذا العمل وعم يخلينا لقدامنا نشتغل بنكفي بهذا الطريق. إذا بدنا نحكي على الزيارة الأخيرة، كانت زيارتنا الأخيرة استهدفت بصراحة الشهداء، أسر الشهداء اللي راحوا بالتفجير الأخير، تفجير الغادر اللي استهدف المبيت عند جسر الرئيس. بصراحة نحن رحنا جهزنا حالنا يعني من أول لحظة، قلنا إنه لازم نعمل شيء، يعني هدول أبرياء ومدنيين، وبصراحة لازم نوقف حدهم، ولازم يعني هيك بيقولوا نبلسم جراحهم ولو بكلمة، لأنه شو ما قدمنا أكيد قليل. فتوجهنا لبيوتهم، قدمنا واجب العزاء، حاولنا نوقف معهم ولو بكلمة، لو هيك موقف صغير. طبعا نحن ردة الفعل كتير أثرت فينا لأنه كانت كتير كبيرة، يعني فكرنا هو أكيد الألم كبير طبعا أكيد، وجرحهم كتير كبير وجرحهم طري، يعني هذا الشيء اللي أثر فينا بصراحة، لأنه لسه هنن مرحلة العزاء. بس شوفي ردة فعلهم، الإيمان، الصبر، يعني الله عطيهم الصبر، إيمانهم وحبهم لبلدهم يمكن خلاهم يتقبلوا الموضوع، أو يعني يعطونا هيك مثل ما بيقولوا دفع لقدام، عطونا أخذنا من قوتهم ومن إيمانهم ومن صبرهم ومن عزيمتهم. شفنا مشاعر الفخر والاعتزاز، إنه هيدولي مثلا أنا أبي استشهد بهيدا المبيت، لأن هو بالمقابل حما غيره، يعني هيدي المشاعر الفخر والاعتزاز اللي شفناها بصراحة بتأثر فينا وبتخلينا نشتغل لقدام. أكيد مروة، ألف رحمة على أرواح جميع الشهداء يلي ارتقوا بهي الحادث، والشفاء أكيد للجرحى. لبنى، عم شوفك أنه كتير متأثرة، يمكن وعندك شيء تحكي تضيفي على كلام مثل ما قالت مروة، بتروحي لعندهم لحتى يعني تقويهم، تتفاجئي أنه هن اللي عم يقووكي، يعني هاي القوة اللي نحن عم ناخدها من هدول العالم. بنفس الوقت حتى بالزيارات اللي كنا نروح فيها على المحافظات، يعني وقت كنا نروح نزورهم ببيتهم، يعني انت رايحه لعنده شايفه حياته،
يعني عم نلمس شيء بصراحة ما بينوصف، يعني شيء بيكبر القلب، والحكي اللي عم نسمعه لما عم نطلع كمان شيء بيكبر القلب، هذا الشيء اللي عم يخلينا نكمل. أنا بس في شغلة بدي نوه عليها، معلش أرجع لبسمة الشعدوائي، نحن فاتحين خط 0993-450-456، وبالنسبة لتنفس 0993-450-450 على مدى 24 ساعة، فمشان الاخواتنا اللي حابب يستفيدوا الادويه، او سواء بعيد الف شر عن اكيد طبعا الارقام كمان موجوده يمكن على صفحاتنا على مواقع التواصل سوريا بتجمعنا. اكيد كل الشكر لك لبنى مروه، كل الشكر لكم. ان شاء الله دائما بنشوف هي الهمه عندكم عند بقيه الشباب. تحيتنا طبعا لكل افراد الفريق فردا الغايب والموجود كمان، وكل التوفيق لكم. اكيد شكرا لكم لوجودكم معنا، وان شاء الله دائما سوريا بتجمعنا على خير. شكرا لكم واستضافتكم الحلوه. يسعد صباحكم. شكرا لكم. صباحكم.